صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. بدي وجه الرسالة لبنت محسن جبروي الفرنجية، البنت الثانية، وبتمنى على كل وحدة من صغرتي إنه يردد هالرسالة واسمعوا الحقايق، حطوها قدامكم، تعبدوا الشخص شغلي بتخصكم. أنا بدي حط التاريخ تشوفوه. طلب منك يوسف سعيدي بناء لطلب سليمان طوني فرنجية النائب السوري في دولة لبنان، ما له علاقة بلبنان، ما بيعني شي سليمان طوني فرنجية، ما بيعني شي للسيادة ولا لبنان ولا الاستقلال ولا شي. مصلحته يضل عنده زعيمة هو محمي، مين اللي بيحمي؟ هذا المعلم تبعه. بيسمي باسل هداك المجرور التاني، بيسمي بشرة، بكرة بيقول الابن سمي حسن أو نصر الله، بدون حياة، يعني شايلين جلد الطيزن وحطينا عوجه. هلا وطنية لبنان قالب اليوم، امتن بيجي دوره انه ما يعيد قالب؟ ما منعرف، كل شي بيصير بوقته. انت تصل فيك يوسف سعيدة طبعا وقال لك روحي على بيت سمير باك فرنجي وهزي. رح احكي لك شغلي بسيطة، وقت اللي صارت قصة مزيورة، كيف توجه سليمان باك، رني باك اجا على صغرته شفته انا بعيني، واجا على بيت الشيخ رومانس فرنجية وعمل تليفون ما بقى اتذكر مع مين. يا هل ترى هو يحكي مع حميد باك؟ ما بقى اتذكر، بتذكر سكروا الباب، وبالحقيقة كان أبضاي الرئيس معوض. منقول له ريني باك عكتر ما بنحبه، مثل ما منقول له سليمان باك عكتر ما بنحبه. فضرب إيده وحكي على التليفون، والحد منه ثلاث بنات من بيت من بنات الشيخ رومانس فرنجية، وأنا طلعوني البرو سكرت الباب. كيف وصل سليمان باك على أهدين ما بعرف، كيف المقاتلين تبعنا وصلوا على أهدين ما بعرف. بعرف الرواية التالية بنت محسن جبرويل. قبل ما بلش لك وردك على يوسف سعيد اللي دفشك، وهيدي اللي مرضته لسمير باك، هيدا عنفوان، عنده عنفوان، هيدا ابن فرنجية. بس خليني كفي لك هون. ضرب إيده، وصل سليمان باك، كيف وصل ما بعرف. بعرف سيورته مرقت سويقة آس، اخد واحد جريح ما بعرفه منو، هي قدامي انا شايفه، مرق وجيه بوشكور معه يوسف المصري، حمله وحطه بالسيارة تبعه وساعد فيه على المستشفى، هيدي انا شايفه. فبيضرب ايده، بيطلع ببيك محسن جبرويي الفرنجية، بيقول له يا ابو خريه ما عد تخلص، تعملتنا مثلك، يعني انتو قطولين اطلع عني، مش نحنا منكون نحمل فروتي تنقطل. هيدي تفسيرها اذا بدنا التفسير. فاجا يوسف سعيدة ووديك، حكيتي كلام ما طلبوا منك تقولي هالكلام. انا اكيد قد ما كان في لي اخلاقية بالدنيا، انت مشاني ضل عندك معيش من بيت سليمان فرنجي، لان هني حوطين ايدن على الدولة، انت ما بتقدري تنجي شي اذا ما هني عينوك. إذن هيدي وجبة زل بكتير مثلك بصغرتي عند الزعماء، هيك بيغضى مين إني الزعماء فرنجي ومعوض بيبقوا مزلولين، لأنه اللي بيقول له الزعيم تعطي عينك مفروض يقول له لا أنا ماني متعلم، ما بدي أشي، بشتغل شوفير، بس ما في كرامي عند ولاد صغرتي، معلشي خليني يكفي لك. فأمتي قلتي كلام بروت القانون وبروت التهزي. هلا سمير باك فرنجي، المعلومات ليش عملت هالرسالة وصلت لي انه مريض، هذا ابن فرنجي ذكر، مهما قلتي عنه، حكيتي كل الكلام اللي ما بطليق باي انسان، وبدك سكوت ما حدا يذكره، هالتسجيل هذا وعده للتاريخ، حكينا لك عن بيك، معلش ضربتي ايدك انت، كيف حكاها كمان لمحسن جبرويل باهدين بحضور جود معوض الله يرحمه، صار ماشي مع سليمان باك تيعمل له حماية، كيف طلعوا عهد ما بعرف، لو بعرف كنت بقولك هي.
فقلتي كلام لسمير فرنجي، وهذا سمير بيك فرنجي، ذكر من بيت فرنجية. انت بدك تزليه قدام عائلات صغرتك كلها وطلعتوه من بيته. ما قدر اخذ طور بيته، ما في شك، لانه ذكر من بيت فرنجية. هيدي المرطه بقيت جوا، وهالجوا عمل اللي بده يعمل. بس خليني اذكرك، خلي يوسف سعيدي مرته تتصل فيك. مينك انت بيعتبروكي ازلام من بيت فرنجية؟ انتو شغلتك انت اوصى تقتلوا الناس، يعني انتو قطولين اطلع عند المافيا. هذا انتو يعني اشكن انتو رمز الخوزن كاتب عن بيت فرنجية، بس انتو قطولين اطلع بجبرويل. ما بيعتبروك ان اولاد عمكم. ما بيقولولكم بيت فرنجية، بيقولولكم بيت جبرويل. سبيتي هالشخص وسبيتي عائلته بهالشكل ليش؟ خلي جوزيف العريجي وابنه، ابنه ما انا بنت بوشروبه، انتو بيت جبرويل احسن من بيت بوشروبه. ما بتحكي معك، ما بيردوا عليك. قبلين يمين، شو بدي من قبلين يمين؟ بسام يمين مرته ما بتعرفك مينك انت. اني بشوفوا سليمان باك، مينك انت؟ انت ازلام عن بيت فرنجية او قطولين الاطلع عن بيت فرنجية، هذا التعبير الصحيح. وقعت تفتكري في اخلاق سليمان توني فرنجية، يعني ما بتعني شيء. هلا على بكره بيسمي نصر الله، بيسمي مثل ما سمى باسيل، وهذيك سمى بشرو. بس ما بيسمي زلفة شمعون الست المهمة مثلا، لا بيسمي بشرو. وانتي اللي من عندك هالاخلاق الكبيرة هيدي كلها، هيدا ابنك توني اعزيب وهيدي بشرو، جوزن على بعضهم، هيدا وزير ونايب مثلك. ليش ما بتحكوا فيها هيدي مثلا؟ مرجلتي على بيت سمير فرنج، سمير بيك فرنجية، الانسان المهز ما تعرض لكم بشي، ما اعطيتوا اصوات بصغرتها. برافو، سبكوا ما سبكوا، طلع قعد ببيته. شو بدك فيه؟ شو بده فيه سليمان اصلا؟ انت لما تلفن لك يوسف سعيدي بتقولي له انا ليش بدنا نروح على بيت الزلمه؟ نحن منحب سليمان بيك فرنجية ابو طونه، ونحن ما مننتخب الا ابو طونه، وما منزور سمير ولا منعتبره زعيم علينا. بيودوكي لانك قطولي اطلي، انتو بيت قطولين اطلي بيت جبرويل عن بيت قبلين فرنجية. هيدي دوركم انتو، ما يمكن خواجات تتعضوا رمز الخوزين، قبلين انطون، جوزيف لاريجي مثلا. قولي له لتوني سليمان فرنجية، قولي اخلاق كبيرة عكتر سليمان توني فرنجية، منا اخلاقه كبيرة. ما سمى شارع باسم كان حاكم لبنان بصبوط وبواسطة الجهاز الارهابي تبع سوريا على لبنان واحتلال سوريا على لبنان هالنظام الارهابي. طيب ما سمى شارع باسم بيو باسم امه، عكتر ما عيطت انا وقوات سمى بنته فيرا، فكان بده يسمي يعني توني باك الله يرحمه. انت بتعرفي، اسالي كل اهلي صغرتها، ما اخذ جوزيف العريجي عبيروت تركه بطرابلس لانه بيعرف المعدن تبعه. قلتين كيبيا جابوا حطوا حطلوا خليه يغتني بالاول، يغتني يصير معه مصريات. انهيب تمت بوزارة الصحة وبوزارة الزراعة وعدي البدكي، محل ما قعد سليمان صور انهيب على الدولة بكل معنى الكلمة. شو اللي صار؟ جاب له ابنه وزير، ليش ما جيب خيك وزير؟ لمن انت محترمة عن بيت سليمان فرنجية. سمير فرنجية شئتي اما بيتي حط بصمته بتاريخ لبنان. صعب كتير بلبنان يأتي شخصية من هالنوع. بصغرتي انتم جرير ومزريب. طبعا بتكنت 8000 سنة حضارة تقدروا تجيبوا واحد مثل كريم بقردوني يسافل على مستوى بريد كريم بقردوني، ما فيك نجيبه. شو ليش حطيتي حالك بهالموقف هلأ بضميرك ووجدانك؟ خلي مرت يوسف سعيد التلفن ليك، مرت يوسف فنيانوس الجديد، حتى يوسف فنيانوس ولك كان بيقدر يركب الطيارة مثل جان عباد وينط على اسطنبول، ما بيقدر، بده يطلب يوسف سعيدة تياخد الإذن منه. يوسف سعيدي ما بيقدر يقوم الباك، ما بيقدر يتلفله إلا بهالوقت، ما خليه ينتصر بهالمعركة. ترك جبرون بيسيل يحقق بصمته فيها بدل ما يترك يوسف فنيانوس. خلي مرت يوسف فنيانوس تعزميك على الغداء. انت بنت محسن جبروية الفرنجية، ايش بدك تقولي؟ ايه مات السيد المسيح، ما بيخاف سمير بيك فرنجية من الموت. هددوه 200 مرة الجهاز الامني بوسطة
جميل السيد تهدد أكثر من 2000 مرة. هذا ذكر من بيت فرنجي ما أب ما خوف بس حمل فرد، ما بقول ما حمل فرد، المعلوماتي أنا أنه حمل فرد. هيدي معلوماتي من بيت الحريري ومن جريدة النهار ومن جريدة الأوريون لجور، بس ما صغصوه. أنت عملتي هالعمل وحكيتي هالحكي، شو بدك تقولي؟ مشان شو تتاكلي لقمة أكل حطينك بمعيش بيت سليمان باك على حساب الدولة اللبنانية وتفوتي تخري؟ هيدي هي كلها سوا؟ بيت غوطة بيت غوطة أنت ما بيعزموك، ما بيعترفولك مينك. بابا بدي أحكي عن بيت مشكور وضل نازي، مين شي مرة من كل هال اللي مستفيدين من سليمان توني فرنجية؟ أنا قري على الفيسبوك قبل ما تنطفت سوريا بعشرة أيام، عملت إيميل وديته للسفارة السورية وديته للكل، قلت له البشار الأسد أنا عم بنصحك تصرف ولا بدها تفجر سوريا. قري هلا هان وقت اللي بدك تسمعي هالحديث طلعي بالفيسبوك وطلعي أشني 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 أمتى عميل هالإيميل غدمته أنا لبشار الأسد، ما له علي شيء. تعي بالشوم عليك يا هالعمل، تخلي واحد مثل يوسف سعيدي يعطيك ان الاوامر، كل كن اللي كنتوا موجودين بك كنت فاو حقي. داش فيك انت اطلو مليون مليونين من الشعب السوري البطل، طلوا 4 ملايين بدن يلحقوا سليمان توني فرنجي وعائلته للقبر، وما بيغفروا له ابدا انه ملوتين ايديه بدم الشعب السوري. فما بينفعك هالشي اللي عملتيه على سمير بيك فرنجية، لأنه الشعب السوري بده ياخد حق أولاده، طمني بالك. ولو بيحط 500 مليون بودي جارد، ما رجعت الدولة بدين يفوتوا ليل بنشعة، رجعت الدولة الملفات تبعوا عند الأوضات بدين يبلشوا يفتحوا له هي. صور 6 مليار دولار سليمان توني فرنجية من دولة لبنان، شو عطي خوي البيت الأسد عليه وشو بقي معه هالهنة؟ شئت أم أبيته اللي عملتيه كل بيت فرنجية هذا هالتجيل بدن يسمعوا هالله. انتو بيت جبرويل الطولين اطلع من بيت أبلين بيك فرنجية، هيدي وظيفتكم، مش وظيفتكم تكونوا جهاد بوشكور وطوني بوشكور وطوني غوطة وسمعين غوطة، وتكونوا رامز الخوزن وقبلين أنطون وروني العريجي وبيا وبسام يمين وقبلين يمين يوسف سعيدة وبورادو. انتو هيدا منكم، انتو الطولين اطلع من بيت قبلين باك فرنجية. تسوى رقبتك للتاريخ هذا الفيديو. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.